ده ضربة الجزاء اللي احتسبها طبعا دي ضربة جزاء الحكم الإضافي طارق مجدي. تمام، طبعا ضربة جزاء واضحة، اللعيب بتاع النادي الأهلي طالع حاطط إيده في حاطط إيديه فوق، مش مكانها الطبيعي مش خالص. مبرر كرة زي دي يعني مش مبرر إن هو يحط إيده فوق خالص خالص، أنت بتلعب الكرة بدماغك خالص، دي ما فيهاش يعني أنت إيديك طالعة هنا ليه؟ دي ولا الجسم التشريحي. الكابتن ربيع قال عشان الضوء، الشمس عشان الضوء، خلاص يبقى ضربة جزاء برضه. انت عارف الكابتن ربيع ده لا جميل طبعا، ممكن يكون عشان الضوء هو يعني. طالما قال كده يبقى ايه هو مقتنع بيها. طبعا تنفيذ ضربه الجزاء طالما ان الفرقتين دخلوا الكره دخلت مرمى خلاص، فدي ما فيهاش مشكله. بعد كده طبعا الكره دي مهمه، اتاحت فرصه رائعه من محمد فاروق، اتاحت فرصه رائعه رقم واحد، اتاحت فرصه ثانيه من محمد فاروق كويسه قوي. الثالثه دي بقى هنتكلم فيها، يعني محمد فاروق ادى اتاحتين فرصتين ورا بعض، الاولانيه والثانيه هي الثالثه هنا بقى. تمام، ده كارثه الثالثه هنا نبتدي. بس هنتكلم في حاجتين، اول حاجه هي خطا ولا مش خطا. ده فيها خطا اكيد خلاص. اكيد انت شايفها كويس. اكيد انا شايفها جدا. طب الخطا فين؟ الخطا هو رجل المدافع اهو. تمام تمام، يبقى احنا اتفقنا بجميع الزوايا اللي احنا هنشوفها في خطا على لعيب الانتاج الحربي، دي الجزء الاولاني. الجزء الثاني بقى، هل هي داخل منطقه الجزاء ولا خارج منطقه الجزاء ولا على خط ال 18؟ داخل منطقه الجزاء. هي لو خارج منطقه الجزاء تبقى بره ال 18، انما لو على خط ال 18 او داخل منطقه لو على خط ال 18 تبقى داخل منطقه الجزاء. تمام، الكره دي على خط منطقه الجزاء. طب ماشي، على خط منطقه ماشي. الجزاء تبقى ضربه جزاء ماشي. بس هي بص لكن لما يعني الاصطدام الحقيقي جوه منطقه الجزاء يعني بص اللي كده بره ايه؟ كده بره الكعب. بص ماشي يا بيبو، بص اي كده بره كده بقى كده على الخط. بص الاصطدام الحقيقي بقى بتاع وليد كان جوه ال 18. بالكاميرات الجميله بتاعتنا صعب نحدد، لا بس بالكاميرا دي لا الكره على الخط ال 18 يعني ضربه جزاء. في زوايا ثانيه يا بيبو انا شفتها واحنا في. بص يا كابتن ميدو، هي بغض النظر هي بره ولا على الخط ال 18 هما الاثنين واحد. بس انا بحب انقر الكابتن سمير طول عمري يا جماعه، طول عمري هو بيحكم من ايام الاهلي وامبي وكله. بس هي طبعا دي على خط ال 18. ليه ما استعانش بقى الكابتن يعني اللي يستعين بحاجه واحده بس في كره زي دي، يستعين بمساعد الحكم رقم 2 سامي هلال لو كان شايفها. يعني لو كان شايفها كان سامي لازم يقول له يا كابتن محمد الكره على خط ال 18 يعني جوه. هل هو بقى سامي شاف الكره دي؟ اشك، لان هي بعيده عنه. لان محمد قريب منها كويس جدا. قد يكون محمد شايف رؤيه تانية برضو عننا واحنا بره في الاستوديو، لان خلي بالك كابتن احنا بنعيدها مره ومرتين وثلاثه بهدوء. انما هو اون لايف والكره شغاله وسريعه، هو ممكن يكون كان شايفها من بره ال 18، بس هو في جميع الاحوال هو ما حسبهاش. بعيده لو في جميع الاحوال هو برضو ما حسبهاش. تمام يعني. بس يعني لو اعتقد ان كانت زاويه رؤيه يعني شايفها. هو كان لازم يحسبها يعني، بس هو ممكن يكون ما كانش شايفها. ممكن يا كابتن، ممكن قد يكون يعني ممكن خلي بالك ممكن يكون ما شافش، ممكن يكون ما شافش الخطا بتاع رجل اللعيب بتاع الانتاج الاصطدام الحقيقي الثانيه اللي هي جوه الثانيه اللي هي جوه. بس في جماعه هو هي المفروض خطا لم يحتسب وهي على خط منطقه الجزاء، يبقى المفروض كان ضربه جزاء. تمام، محمد ما حسبهاش، ممكن يكون في اي حاجه في الملعب هو شايفها غيرنا. تمام. النهارده الماتش صعب، النهارده الماتش صعب فعلا بسبب النتيجه قريبه لنهايه المباراه. بص يا كابتن، ده هنا طبعا ده ضربة حرة مباشرة سليمة، انذار رائع من محمد فاروق. يعني محمد عمل يعني حاجة نموذجية في الكرة دي، ما عدا حاجة واحدة بس، ما عدا حاجة واحدة بس. تمام، بص يا كابتن، ومحمد حسب الفاول قريب منه جدا، ادى الانذار رائع. محمد لما يشوف الكرة بعدها باللعيب الانتاج اللي عمله كان لازم ياخد كارت اصفر وبعد كده كارت احمر على طول. يا ريت نشوفها في الشاشة. ايه ده؟ بص تشويحة سيئة جدا. ده انت خلي بالك دي امتى؟ انت بعد ما خدت الانذار. يعني اول حاجة ده بعد ما خد الانذار. يعني طبعا هو محمد كمان على فكرة مسك نفسه في كورة زي دي. انما انا اتمنى في كورة زي دي لا مفيش حكم يمسك في نفسه في كورة زي دي. بس الحكام بره ساعات يا كابتن سمير بيعذروا اللاعب شوية يعني بيدوا بعد الانذار بيدوا له اكنه محمد كان هيطلع بداية الكارت الاحمر. يعني انا رأيي في كورة زي دي لا. يعني كورة تقديرية ممكن نختلف انذار مش انذار طرد، انما في الكورة بتبقى فيها حاجة سلوكية. ده اللعيب اصلا اللي عمل الفاول ما اعترضش، اللي هو لؤي اشرف. ده اللي جاي من بعيد وبيعترض باسلوب وحش جدا. لا طبعا ما ينفعش الاسلوب ده خالص يعني. احمد شديد، انت عايز احمد شديد؟ انا اول مره اخد بالي منك. طبعا دي اخر كره في المباراه طبعا. طبعا جامدة جدا، ضربه حره مباشره جامده جدا. والكارت الاصفر طبعا طالع. الكره دي
يعني عاوزين برضو العيب بتاع النادي الانتاج برضو يخلي باله ان الكرة لو هو طاير برجله وصدمت على طول بقدم رجله هتبقى كارت احمر على طول. بس هي حظه لا ان رجليه نازله. بص يا كابتن راح على الارض وعلى الكوره وبعد كده مكمل مع وليد. انما لو بدايه الخبطه دي واخده وليد من الاول طبعا هيبقى كارت احمر. كابتن سليم لو وليد عمل سيميوليشن يعني اللي هو بقى قاعد بقى وصرخ وبتاع ممكن يطلع كارت احمر؟ لا لانه محمد لان الحكم شايفها من الاول ما تستحقش كارت احمر. انما حتى لو مثل بعدها انها خبطه جامده وبتاع لا حقه لان اللعيب فعلا اتخبط. حتى لو كان الاهلي مش كسبان؟ لا النتيجه مالهاش دعوه خالص ما تاثرش على حاجه. انا بسالك بقى مع يعني... مع محمد فاروق طبعا لا ما تاثرش طبعا. انا بقول لك مباراه صعبه جدا وكويس ان محمد لعب مباراه زي دي. يعني كويس ان محمد فاروق باسمه موجود تاني. لو كان حكم تاني اعتقد الماتش ما كانش هيخلص مسكينه في ضربتين جزاء. بص يا كابتن حظه ايه ان حكم تيجي له ضربه جزاء في مباراه دي يبقى حظ صعب شويه. تيجي له ثلاث كور في مباراه يبقى حظ صعب بكتير يعني. بس هو في النهايه نجح برده بالمباراه بخبرته. الحاجات اللي حصلت ما اثرتش على نتيجه المباراه ففي النهايه المباراه خلصت على خير. يعني انا عايز اطلع منك حته الحكم اتفضل. طالما الدنيا بالنسبه له في اريحيه انا شايف الكره دي ممكن تاخد كارت احمر. اني واحده؟ الكره الاخيره بتاعت وليد سليمان. لا الكره الاخيره الاخرانيه بتاعت وليد سليمان اللي كانت تاكلينج فيها. لا لا التاكلينج اللي هو طاير وخبطه في رجله مباشره حتى لو جبتها تاني تبقى كارت احمر. انما رجله مش رايحه على رجل اللعيب مباشره. هي نازل على الكره. بص يا كابتن هي بدايه على الكره. اصل بص خلي بالك دي بوضوح انت عشان تدي كارت احمر حاجه واحده بس استخدام قوه زايده. تمام الكوره دي انا لو سالتك دلوقتي بالعربي دي تهور ولا استخدام قوه زايده؟ انا تهور. انا انت كلاعب كوره تهور. لا انا شايف ان استخدام قوه. بص يا كابتن الكوره بعيد خالص عنك. لامم رجله. انت قصدك ان هو لم رجليه؟ طبعا. القوه بقى الزايده دي بقى هيكون مفرطه بقى رايح واخد رجله. يعني بص هنا يا كابتن ها بص على الكوره واخد رجله. على الكوره واخد رجله. انما دي لو كانت مباشره على رجل وليد طبعا خلي بالك ما كانش وليد هيقوم. عشان بس عشان يبقى الكلام اللي احنا بنقوله لا منطقي. وليد لو احنا متعادلين ما كانش هيقوم. ما ممكن ممكن برضه. لكن يا كابتن سمير يعني انت خلاص حالتك خلاص. نتكلم في العموم بقى. اتفضل. يعني كابتن محمد ضربه الجزاء برضه لانها سهله قوي لاي حكم ان هو يشوفها حتى فاول. اللي هي بتاعت وليد. حتى فاول. اللي هي بتاعت وليد. يعني هو تغاضى عن احتساب اي حاجه. المفروض حتى فاول وانذار يعني هو بص واقول لك حاجه محمد في الكره دي عمل اتاحه فرصه رائعه وبعدها اتاحه فرصه ثانيه رائعه ممكن يكون فكر في اتاحه الفرصه اللي اداها انما الثالثه دي لازم في خطا لازم ازاي ما شافهاش ممكن بقول لك حصلت لك حاجه قبل طبعا بتحصل انت ممكن وانت مركز كويس جدا وانت شايف الكره لعيب يعدي قصادك لعيب يعدي قصادك في لحظه اصل خلي بالك احنا برده كل ده مش شايفين محمد فين اهو محمد لسه واصل غريبه اهو هي غريبه يعني يعني هو عندنا ما شاء الله صوره عنده من محمد طبعا كمان عاليه قوي كمان عاليه جدا يعني ده هو عامل سبرنت بس هي انا كنت اتمنى بس لو في كاميرا تبينها هل في واحد واقف قصاد محمد في كوره زي دي ولا لا انما بجميع الاحوال لا بيبو حاول تجيب اللقطه اللي ظهر فيها الكابتن محمد تاني لان ما كانش فيها حد اصلا مش هسيب الكابتن سمير النهارده لا 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 وانا هنجاوب برضه يعني خلي بالك احنا اللي احنا شايفينه بنجاوب لا يعني دي بتاعت فرصه الاولانيه جميله من لعيب بتاع والثانيه التالتة دي بس صعبة امسك اهو مفيش حاجة خالص ممكن يكون في لعيب انا عاوز لقطة يكون محمد ظهر فيها من الاول هات اللقطة دي تاني يا بيبو لو جبت لي بص يا كابتن بيبو لو جبت لي لقطة محمد فاروق ظهر من اول لعبة فين محمد بيبو لما يظهر الكابتن محمد اقف على ماشي ماشي خلاص ماشي خلي بالك ماشي ممكن ماشي. في كل ده ان اللعيب يقف قصاد محمد احنا مش شايفين الكاميرا لا لا لما يظهر الكابتن محمد بيبو وقف بقى بس كمان ماشي 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 مفيش حد اهو بس وقف كل اللي دي مساحه رؤيه اهي مفيش حد واقف انا عاوزك ترجع انا قلت ايه في الكوره انا قلت حد في الكوره بص انا قلت في الكوره خطا على خط الجزاء يبقى ضربه جزاء اوكي خلاص ده التحليل بتاعها أنا ليه محمد ما شافهاش أيوة. لا لا ما ينفعش فاول لا يعني لا يعني, يعني, يعني اوحش الاوحش لو انت الحلول. شفتها لو انتوا شفتها لازم تحسب ضربه جزاء دي انت لو شفتها هو انا ما اعرفش محمد ما شافهاش ليه وجامده يعني جامده هي بص هو ممكن سوء توفيق زي اللعيب اللعيب بمنفرد من المرمى والجور فاضي بيضيعها بره انما كره زي دي لا في جانب توفيق طبعا ما صادفش محمد في كره زي دي ماشي يا كابتن عشان انت حبيبي بس لا انت حبيبي احنا بنشوفه بنقوله يعني قلت لك ضربه جزاء هي ما اتحسبتش المفروض تتحسب ده انا قلت لك حتى اشوف الازار واقف فين احنا بنتكلم ومحمد برده من الحكام الكويسين اللي خبراتهم عاليه يعني اكيد طبعا شرفتنا ونورتنا يا كابتن نفسي احكم لك تاني والله خلاص بعد الحلقه يا ريت